الزمان، غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. بتغيب علينا وتجورنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتجورنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك. من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا، اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان جانا. الله الله عليك يا آية. أنا بحب الخيمة عشان الحاجات الحلوة دي، لأن كل يوم بيبقى عندنا حلويات كده حلوة قوي بعد الفطار نحلي بيها، وإحنا بنحلي بصوتك الجميل. وجعتي لي قلبي، لأن على رأيك أنت كنت بتقولي في الفقرة اللي مع دكتور خالد إنه رمضان خلاص بيودعنا، بس أنت نورتينا أكيد ومنورانا طول الخيمة. طبعا المطربة الجميلة آية خالد هتكون معانا، وإحنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا. أنا شخصيا أول مرة أعمل فقرة عن الموضوع ده، عن البيض الخالي من المسببات المرضية. يعني ايه الكلام ده، وايه هو البيض الخالي من المسببات المرضية، وهل ده المشروع ده موجود في مصر بس ولا موجود عالميا؟ طيب ازاي هنستفيد منه، ووضع المشروع في مصر ايه، وتفاصيل تانية كتير اكيد هنعرفها من ضيفي اللي منورني في الفقرة دي، وهو دكتور منير الصفتي، مدير المشروع القومي لانتاج البيض الخالي من المسببات المرضية نايل اس بي اف. اهلا بك يا دكتور ونورتني. اهلا وسهلا. طبعا الموضوع شيق جدا، واعتقد ان مشاهدينا يعني مش كتير سمعوا عن الموضوع ده، فاديني فكرة ايه هو البيض الخالي من المسببات المرضية، وايه طبيعة المشروع ده في مصر، وواصلين فيه لغاية فين؟ تمام. هو بالنسبة للبيض الخالي من المسببات المرضية حضرتك، ده بيض خالي تماما من اي مسبب مرضي واي مناعة امية. البيض دوت له صفة خاصة ان هو نقدر نحضر عليه اللقاح اللي هو التطعيمات اللي ممكن نطعم بيها ضد الامراض. البيض دوت طبعا الحمد لله ان هو موجود في مصر، وده المشروع الثالث على مستوى العالم النايل اس بي اف، ووحيد على الشرق الاوسط وافريقيا. البيضه دي بتتباع عالميا بحوالي 6 دولار، هنا في مصر احنا بنوفرها بحوالي 12 جنيه مصري. فدي ميزه في مصر ان احنا نقدر نصنع عليها اللقاحات والتطعيمات بتاعتنا بدل ما بنستوردها من الخارج. المشروع ده موجود في منطقه كوم قشيم في الفيوم، واللي عملوه كانت مناقصه عالميه في التسعينات، كانت فازت بيها شركه لوهمان في المانيا، وهي اللي اقامت المشروع، ومصر استلمت المشروع سنه 2001، وابتدى الانتاج الفعلي للمشروع ده من سنه 2001. تمام، حلو قوي. حضرتك قلت لي قبل الهوا ان البيض ده مش للاكل، صح كده؟ خالص خالص مش للاكل خالص. اوكي، عشان الموضوع ما يبقاش بس علمي بحت والناس
تقدر تستوعبنا وتفهمنا. اشرح لي هنا في مصر، حضرتك قلت لي ان المشروع من 2001، تمام. احنا واصلين لغايه فين في المشروع ده، وايه اهم الانجازات اللي ممكن طبعا تكون مصر حققتها في الفتره دي، وازاي نقدر نطور من المشروع ده؟ والله احنا اول ما استلمنا المشروع في 2001 ابتدينا نصدر لحوالي 16 دولة بره، لكن لما جت جائحة الانفلونزا 2006 حصل ريستريكشن، او حصل ايه، ان التصدير وقف نتيجة لان مصر بقت ايه موبوءة بالفيروس. بس في نفس الوقت احنا بنحاول ننمي عملية صناعة اللقاحات في مصر، لأن مصر معظم اللقاحات اللي بتستخدم بتيجي مستوردة من الخارج. يعني مثلا في المجال البيطري احنا بنستهلك 14 مليار جرعة لقاح في السنة. ده نتيجة لأن مصر عدد الدواجن فيها في السنة بيوصل حوالي 1.2 مليار فرخة، بيستهلكوا حوالي 14 مليار جرعة لقاح. مصر لغاية دلوقتي يعني قوة إنتاجها في المحلي لا يتعدى 7%، والباقي بيجي مستورد من الخارج، وده طبعا شيء بيستهلك مليارات الدولارات والعملة الصعبة. في فإحنا قصدي حضرتك هي بتستورد ايه؟ البيض، اللقاحات. تمام، لقاحات. مش من انتاجنا من الدواجن، عشان الناس بس تفهمش غلط، لان احنا ما شاء الله انتاجنا حلو. اللقاحات، لا احنا عندنا اكتفاء ذاتي الحمد لله في الدواجن وفي البيض المائدة. ايوه، فبنامل ان اللقاحات برضو يحصل منها اكتفاء ذاتي، خصوصا ان احنا عندنا المادة الخام اللي بيتم عليها التصنيع. حلو، النقطة دي حلوة جدا، وانا هتوقف مع حضرتك ازاي عندنا مادة خام وفي نفس الوقت احنا بنستورد النسبة الكبيرة دي، مش قادرين نحقق اكتفاء ذاتي. لكن نروح نحلي بحاجة حلوة كده في الكلام العلمي البحت، نروح لآية جميلة. آية هتسمعينا ايه؟ ممكن نقول فكروني لأم كلثوم. يلا اتفضلي. كلموني تاني فكروني، فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني، فكروني، صحو نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوني الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، رجعوني الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعدنا ليه، بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، جم بهمسة وغيروني كانوا ليه بيفكروا، بيفكروني. الله، سلطانينا ومتعينا، الله عليكي. قولي لي انت بتحبي الاغاني الترابيه وشايفه فعلا انها بتبين امكانيات وطبقات الصوت الحلوه، ولا ايه رايك؟ لا هي مش بتبين امكانيات، هي بتدرب وبتخلي الواحد متمكن اكتر. مدارس يعني، الحاجات الترابيه القديمه بتبقى مدارس بالنسبه لاي حد بيغني. لا بس عارفة فعلا كمان لما تغني لكوكب الشرق انت متمكنة، وفعلا طبقات صوتك بتبين وامكانيات صوتك، وده وفعلا بتتدربي. وانا اتمنى ان الجيل ده
اللي طالع من الشباب الحلوه اللي زيك وزي كتير من الاصوات المصريه الحلوه يبقى ده طريقهم، يعني بغض النظر عن المهرجانات والحاجات الفظيعه دي. انا اتمنى ده طبعا. بس يبقى هو ده، لان ده الذوق المصري اللي ما اعتقدش يا دكتور ان في اتنين يختلفوا عليه. خالص صح كده؟ طبعا. طيب تعالى نرجع بقى للكلام العلمي والمواد الخام. انا غيرانه لانك بتقول لي يا دكتور ان احنا عندنا مواد خام وعندنا بصراحه الناس قد تكون شهادتي مجروحه، ولكن هي شهاده حقيقيه ان احنا عندنا علماء ودكاتره ويعني عباقره اكيد في هذا المجال، مش بس في ده، في مجالات كتير في مصر. طيب ليه مش قادرين يعني ننتج كميه كبيره؟ حضرتك بتقولي 7% بس. تمام. هل هي امكانيات ماديه؟ هل هي مثلا ميزانيات؟ ولا حتى بعض الادوات العلميه؟ ولا ايه؟ ايه المشكله؟ والله هو انا رؤيتي يعني الشخصيه، انا في معهد المصل واللقاح في المعمل المركزي للرقابه على المستحضرات من 30 سنه، انا رؤيتي ان احنا ما بنقدرش نشتغل كتيم ورك، كمجموعات عمل. فدي بتؤدي الى ان الشغل هو اللي بيقع في النص. انما احنا لو اتكتلنا وتجمعنا واشتغلنا كمجموعات، لا اعتقد هننجح وهنبقى حاجه جامده جدا. قصدك يعني يا دكتور اللي بيجي مش بيكمل على بقيه المسار، لا بيبتدي من اول وجديد، او حتى بيكون له طريق مختلف عن روح الجماعه او العمل الجماعي. وعدم التعاون ما بين الناس وبعضها. طب طمني على الميزانيه، لان اي مجال لازم عشان ينجح لازم يكون ليه ميزانيه خاصه، والميزانيه دي لازم تكون من الدوله. فقول لي بقى واثلك صدري كده، هل في ميزانيه ولا لا؟ والله حضرتك بالنسبه للمشروع اللي انا ماسكه، المشروع ده جه من فند اوروبي. تمام. ومنحه يعني، وملهوش ميزانيه من الدوله. في نفس الوقت المشروع حاليا نجح ان هو يسدد كل التكلفه بتاعته، وكل العاملين وكل مرتباتهم وكل كيان المشروع قائم على مجهود المشروع الذاتي. وده حاجة كويسة جدا، يعني ده نموذج المفروض يحتسى به في أي مكان. صحيح. احنا ما نعتمدش، يعني لو احنا نجحنا في المكان، المكان هيقدر يقوم بذاته وهيقدر ينجح ويقدر يتقدم. فمش هي يعني الميزانيه هي المعوق اللي ممكن ايه نقول له والله ده كانت الميزانيه او كانت كذا او كذا، لا. حلو. وانا كمان نفسي برضو ان يبقى في تعاون من رجال الاعمال، يعني حتى لو هي منحه من الخارج، رجال الاعمال المصريين الحقيقه مش بيتاخروا عن مصر ولا عن علمائها ولا عن الاكتشافات الخاصه بمصر في اي مجال، مش بس في هذا المجال. فيعني دي رساله لكل رجل اعمال مصري، احنا طمعانين في كرمكم شويه وفي مصريتكم الاصيله واللي ما فيش اي حد بيشكك فيها، ان هم يساهموا برضو بحيث ان احنا مش بس نعتمد على المنح. والحقيقه ان برضو الميزانيه الخاصه بالدوله ليها بنود كتير، مع ان ده لازم ولابد ان يكون بند من بنود الميزانيه الخاصه بالدوله البحث العلمي والاكتشافات، وزي ما حضرتك بتقول ان احنا هنوفر كتير من الاستيراد. صحيح صحيح. هو بالنسبة لبند الاستثمار، طبعا الوزارة وزارة الزراعة بتشجع أي استثمار لرجال الأعمال، وفعلا أقيم مصنع قطاع خاص لإنتاج اللقاحات، وحاليا هيتم افتتاح بعد العيد إن شاء الله افتتاح مصنع من أكبر مصانع الشرق الأوسط لإنتاج اللقاحات، وبنأمل إن هم يعملوا دفعة للإنتاج المحلي في مجال إنتاج اللقاحات في مصر. تمام. دايما بيبقى سبحان الله في المشاكل اللي هي علاقه بالفيروسات والتحصينات، مع كل تطور علمي الفيروس بيحور نفسه، بيتطور شكله، بيتغير، فبالتالي لازم الفاكسينات والتطعيمات واللقاحات دي تكون دايما ابديتد للتحور ده. يعني ايه اللي شاغل بال حضرتك في الفيروسات الجديده اللي نازله الخاصه بهذا الموضوع؟ وهل احنا نمتلك بانتاج مصري بعقول مصريه لقاحات خاصه بانفلونزا الطيور؟ خلاص احنا سيطرنا في الموضوع ده. والله اقول لحضرتك، هو بالنسبه للانتاج المحلي بيدي ميزه قويه جدا، ان هو بياخد السيركيوليتنج فيروس اللي موجود في البيئه بتاعتنا. يعني بياخد المسبب المرضي اللي موجود في البيئه او في المزارع عندنا، وبالتالي بيطلع اللقاح قوي جدا، اقوى من المستورد، يقدر يصد ضد المرض، لان المستورد ده معمول من عترة خارجية.
لربما تكون مخالفة للعطرة اللي موجودة في البيئة بتاعتنا. صحيح. فبالتالي احنا لازم نشجع المنتج المحلي عن المنتج المستورد. بالنسبة لو اتكلمنا حضرتك عن المشروع، المشروع قائم على البايو سيكيورتي، البعد الوقائي بتاعه، ان هو طبعا المشروع ممنوع فيه اي تعامل بالادويه، ممنوع التعامل معاه باي لقاحات، ممنوع، هو عمليه البايو سيكيورتي فقط. يعني على سبيل المثال الهواء ده عشان يخش للفرخه جوه لازم ينقى من كل حاجه، بيعدي على 4 مراحل فلاتر، يبتدي بالفلاتر اللي بتشيل الاتربه والرمله، وبعد كده البري فلتر والفاين فلتر، بعد كده الهيبا فلتر اللي هو بيشيل الفيروسات والبكتيريا من الهواء. كمان العاملين عندنا في المشروع ليهم فنادق اقامه كامله، ممنوع ياكلوا او يشربوا من بره. بيتعرضوا لعمليه تعقيم كامله، لما بيجي من الاجازه بيخش في الكارانتين في الفندق، ناخد منه عينه لازم نثبت ان هو خالي من السلمونيلا عشان نسمح له ان هو يخش في المنطقه الانتاجيه. ايش معنى السلمونيلا تحديدا؟ السلمونيلا طبعا لانها من الامراض الصعبه وهي عامل مشترك ما بين الفراخ والبني ادمين، بيصيب الاثنين، ولما بيجي في مكان بيبقى بيعمل مشكله كبيره. ودي بتيجي منين يا دكتور السلمونيلا دي؟ دي السلمونيلا دي بالنسبه للبني ادمين يعني بتعمل اللي هو التسمم الغذائي. وممكن تعمل حالات صعبه قوي للاطفال او لكبار السن، فلا حاجه مهمه يعني. اكيد هرجع مع حضرتك ونتكلم كمان على الاحتياطات اللي واخدينها في الفتره دي تحديدا، بما ان انتم بتهتموا بكل التفاصيل الخاصه بالعاملين. اتمنى ان المشروع ما يكونش زي كتير من المشاريع والاماكن اللي اتاثرت بكورونا. هنروح لايه. ايه هتسمعينا ايه؟ ممكن نقول كده يا قلبي مثلا. يلا الله عيطينا شويه. اتفضلي. كده يا قلبي يا حتة مني، كل حاجة حلوة فيا كده كده، هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده كده يا قلبي يا حتة مني، كل حاجة حلوة فيا كده كده، هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك مش هحكي لك عن حاجة تعبني، يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك مش هحكي لك عن حاجة تعبني، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضلي مني غير حبة جروح، مع السلامة يا حبيبي وفما عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. الله
وقعتيلي قلبي، بس هي أغنية جميلة وكلنا فعلا بنحبها. اسمحي لي أهدي الأغنية دي لكل شهدائنا بلسان حال كل الأمهات والزوجات والآباء والأولاد اللي فقدوا أقرب الناس إليهم. إحنا فعلا فعلا عمرنا ما هننساكوا. أنا بحب بصراحة أحيي الشهداء سواء من الجيش أو من الشرطة أو حتى من الناس المدنية اللي فقدت حياتها فداء للوطن، فبحييكم تحية خاصة جدا للقلب، من القلب للقلب. واشكرك آية على الأغنية الجميلة دي. شكرا. جعلك مرة تانية يا دكتور، استمتعت بالأغنية؟ آه طبعا. قولي بقى، احنا كنا بنتكلم على فكرة تأمين المشروع والعاملين من الكورونا، وهل انتوا فعلا لسه مستمرين في العمل ولا تأثرتوا شوية بموضوع كورونا؟ لا خالص، احنا بالنسبة لنا في المشروع ما تأثرناش خالص، على اساس ان في بعد وقائي للمشروع. المشروع ده حضرتك مقسوم لثلاثة زون، ثلاث مناطق. في البلاك زون، ودي المنطقة اللي ممكن اي حد يخشها سواء في المشروع او من اللي جايين من بره. اللي هي بيتم فيها ايه؟ اللي هي فيها مبنى الاداره، فيها التعاملات الحسابيه، فيها المشتروات، فيها بنعمل المناقصات والممارسات والحاجات دي. تمام. دي البلاك زون، ودي ممكن اي حد يخشها، بس طبعا وهو داخل بيتعرض لعمليه ايه، تعقيم كده، والسيارات لازم تتعقم شويه. بعد كده في بوابه داخليه، دي اسمها المنطقة الوقائية، ده عشان الواحد يعدي منها لازم يتعقم بقى بالكامل، ويتخلص من الملابس اللي هي اللي جاي بيها من بره دي، ويقعد في الفندق اللي هو جوه المنطقة الوقائية. يتاخد منه عينات، عينة دم وعينة سطول، وتروح للمعمل بتاع المشروع تتحلل عشان تطلع نتيجة التحليل. أثناء كده ممنوع طبعا ياكل ولا يشرب ولا يستخدم أي حاجة من الخارج. لو طلع النتيجة بتاعته سلبية ان هو خالي، يبتدي يبقى مسموح له ان هو يخش على المنطقة البيضاء اللي هي دي منطقة الانتاج. منطقة الانتاج دي عشان يدخلها كل يوم الصبح لازم يتخلص من الملابس المعقمة اللي هي بتاعت المشروع، وينزل في حمام سباحة عشان نضمن ان هو نزل شعره كله. عاملين برات حديد على سطح المية عشان يعدي من تحتها، فبالتالي شعره يقعد مدة نص دقيقة في المية. المية دي بنقيس نسبة الكلور فيها يوميا، وطبعا ليها كنترول. طبعا لو في شتاء في سخانات بتشتغل، وفي دكتور مشرف على حمام السباحة، دكتور مخصوص. أما بيعدي الناحية التانية بياخد شاور تاني، ويبتدي يلبس ملابس معقمة جديدة، ويبتدي يخش المنطقة البيضاء اللي هي المنطقة الانتاجية. ومش مسموح له يخش العنبر اللي فيه الفراخ. لو جه بقى يخش بقى للعنبر، ان كان مهندس زراعي او دكتور او داخل يعمل اي اشرافه في العنبر، بيتعرض بقى لموضوع تاني خالص. اول ما بيخش من العنبر يخش على منطقه لازم يتخلص من ملابسه، بيلاقي في باب لو داس على زرار ودخل، الباب بيقفل اوتوماتيك، والشاور يشتغل عليه خمس دقائق بميه معقمه. بعد كده الباب اللي دخل منه بيتقفل لوك، وفي باب الناحية التانية بتفتح، يخرج منه يلاقي ملابس جديدة معقمة يلبسها، وبالتالي يقدر ان هو يبص على الفراخ من جوه. انا مبهورة وفخورة في نفس الوقت ان في مكان كده في مصر بالتعقيم وبالجودة دي وبالدقة دي. فيعني اتمنى لكم كل التوفيق يا دكتور، واتمنى ان انا استضيف حضرتك مره تانية وتقول لي انكم فعلا بتنتجوا اكتر، وان احنا حققنا اكتفاء ذاتي في هذا الموضوع. وشابو ليكم بجد، انا بحييكم وسعيده بوجود يعني ناس جميله زي حضرتك ومتفوقه في مجالها. شكرا جزيلا دكتور منير الصفتي، مدير المشروع القومي للانتاج، الانتاج البيض الخالي من المسببات المرضيه. شكرا يا دكتور. شكرا، نورتني. كل سنه وحضرتك طيبه والمشاهدين طيبين، ومصر كلها يا رب تكون بخير وفي امان، والحكومه تبذل يعني تبقى كويسه وكل حاجه تمام يا رب ان شاء الله. واكيد يعني اتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بالفقره دي، وعرفتوا قد ايه ان في بلدكم في بجد ناس شغاله رغم الظروف، رغم اي مؤثرات خارجيه، ولكن هم مكملين ومصممين ان هم يتميزوا
في مجالهم ويخلوا دايما مصر في الصدارة، حتى في مجال احنا ممكن نكون بنستورد فيه نسبة كبيرة، ولكن الناس دي شغالة ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي، ومش بس كده كمان نصدر. آية الجميلة هتختم معانا الفقرة دي بأغنية، ولكن ان شاء الله الفقرة اللي جاية هيكون فيها معاكم زميلي العزيز جدا المتألق دائما دكتور خالد. استنوه بعد الفاصل، بس هنسمع آية الأول. تفضلي آية. كل ده كان ليه لما شفت عيني؟ كل ده كان ليه لما شفت عيني؟ حن قلبي ليه وانشغلت عيني؟ انشغلت عني حن قلبي إلي وانشغلت عني انشغلت عني. كل ده كان لي كان لي 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 قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي الطيف غاب عني بقاله يومين ما عرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته اقوله ايه. غاب عني بقاله يومين ما عرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته اقوله ايه. كل ده كان ليه لما شفت عني؟ كل ده كان ليه لما شفت عني؟ حن قلبي ليه وانشغلت عني انشغلت عني؟ كل ده كان ليه كان ليه.